اسمي نريمان، عندي 38 سنة. عملت عملية السليف في 2012، ومن بعد العملية حصلت لي مضاعفات سببت انه يجي لي ارتجاع مري GERD، واللي هو كان يعني عاملة لي مشاكل كتيرة جدا في حياتي، منها ان انا بصحى في وسط الليل لما بيجي الارتجاع ببقى مخنوقة مش عارفة اتنفس، وباخد اخر نفس بصعوبة، ويحصل مرارة في البلعوم انه بتسبب لي أذى كبير جدا، والرهبة من انه بضطر اصحى بالطريقة دي في وسط الليل كانت مشكلة كبيرة جدا. انا ما كنتش عارفة ايه هي الاسباب اللي كانت عاملة الموضوع ده، وطبعا بسبب الأوبيسيتي اللي كانت عندي، ومهما عملت مهما حاولت انه ارجع اخس ما كانش في اي مجال. بعد ما عملت كل الطرق، اروح الجيم، اعمل دايت، كل حاجه ما كانتش بيجيب اي نتيجه. زياده الوزن واعراض ارتجاع المريء بصفه عامه من المشاكل اللي وارد حدوثها بنسبه عاليه، بتتراوح من 20-30% بعد عمليات قص المعده او التكميم. والحقيقه عمليات الاعاده او عمليات تصليح هذا النوع من الارتجاع او زياده الوزن دي اللي احنا بنسميها عمليات الاعاده، بتبقى محتاجه فريق طبي متخصص ذو خبره عاليه عشان يقدر يتعامل مع هذا النوع من انواع العمليات. فقررت ان انا اجي مستشفى السعودي الالماني لاني بثق في المستشفى، وتواصلت مع دكتور تامر عشان أشوف الحلول اللي ممكن تساعدني إن أنا أرجع أخس تاني. بعتني للدكاترة الجهاز الهضمي هنا في المستشفى اللي ساعدوني إن أنا أفهم إيه هو اللي عندي، وإن إحنا نلاقي الحل اللي يعالج الموضوع ده، بالإضافة إلى يعالج الأوبيسيتي اللي عندي. والحمد لله عملت عملية تحويل المسار اللي ساعدتني أحل جميع المشاكل اللي عندي، منها ارتجاع المريء، ومنها إن أنا أبدأ أضعف. والحمد لله من بعد أسبوع من العملية كانت عملية سهلة جدا. بعد ما صحيت والدكتور جه طمني على العملية عمل إيه، وكانت كل حاجة كويسة وكل حاجة تمام. ما كنتش متوقعة إن أنا كومبليتلي مش هحس بأي حاجة من يوم ما صحيت من العملية لحد لما خرجت من المستشفى من بعدها بيومين. كانت كل حاجة جميلة، كل حاجة سهلة، الوجع كان بسيط جدا. حتى بعد ما يعني يجوا يسألوني هنيجي نديك البين كيلرز، عشان بقول لهم والله هو أنا مش تعبانة، بس أوكي تمام الأدوية هاخدها في معادها تمام. لكن كان كل حاجة سهلة وكان كل حاجة بسيطة. حتى من بعد ما روحت البيت والإنستركشنز اللي ادهاني الدكتور تامر كانت كلها سهلة ومفهومة وبسيطة. ما فيش إحساس بالجوع، ما فيش إحساس بالتعب، ما فيش إحساس بالملل. صراحة كانت تجربة جميلة جدا، وكنت يعني كانت خطوة مهمة في حياتي عشان كل حاجة إن شاء الله هتتغير للأحسن. فإذا كنت بتعاني من زيادة الوزن أو من علامات أعراض ارتجاع المريء بعد عمليات قص المعدة أو التكميم أو بعد جراحات السمنة بصفة عامة، ضروري انك انت تاخد رأي متخصص. ويسعدنا ان انت تشرفنا في مركز جراحات السمنة مستشفى السعودي الألماني في دبي كمركز متخصص ومتميز في جراحات السمنة. أجرينا الحمد لله مئات من العمليات الناجحة، هذا النوع من العمليات الناجحة، عمليات الإعادة. يسعدنا ان احنا نقدم لك أحدث طرق تشخيص وعلاج ارتجاع المريء، وأحدث طرق علاجها بأعلى طرق الأمان. أهلا بكم.